امبي. برضو ايضا النهارده خلينا نتكلم ان كان في لقاء مهم في الجوله 19 ما بين طنطا وسموحه، واستطاع فريق طنطا انه يهزم فريق سموحه بهدف مقابل لا شيء. بصراحه كان فوز مهم للغايه. ومعنا على الهاتف كابتن مصر والنادي الاهلي المدير الفني لنادي طنطا كابتن اسامه عرابي. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. كده محمد، وتحياتي لكل جماهير مصر وكل جماهير النادي الاهلي بصفه خاصه. الله يبارك فيك، والحمد لله توفيق ربنا. طبعا بشكر اللعيبه جدا 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 على الجهد الكبير اللي بذلوه وعلى الالتزام اللي كان موجود. فالحمد لله ربنا ما ضيعش مجهودهم، لان هم بيحاولوا بقالهم اكتر من مباراه، لكن الامور كانت بس قافله شويه، لكن ربنا الحمد لله فكها علينا في ماتش النصر والنهارده. فالحمد لله. طبعا ببارك برضو لمجلس اداره نادي طنطا برئاسه الاستاذ فايز عريبي، طبعا، وكل اعضاء المجلس. بحيي جماهير طنطا، بقول لهم مبروك. طبعا تحيه للجهاز كله الفني والاداري والطبي والعاملين. فالحمد لله مكسب جه في وقته، يعني الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه، فوزين متتاليين بست نقط، اعتقد ان هم اهم انطلاقه بالنسبه لطنطا من اجل البقاء هذا الموسم. ما فيش شك، انت عارف يا محمد السنه دي الدوري مضغوط جدا جدا بالظروف. الكاس العالم هيتعمل السنه دي، طبعا الاتحاد عايز ينهي الدوري في اول خمسه او نص خمسه، فالمباريات مضغوطه جدا. انا لما رحت لعبت خمس ست ماتشات متتاليه في حوالي 19 يوم من ساعه مباراه النادي الاهلي، الماتشات متتاليه سريعه، يعني في بعض الامور كانت لازم تتظبط. يعني الحمد لله ربنا مع الوقت واحده واحده الامور ابتدت تتحسن يعني، واللعيبه ابتدت تستجيب، وربنا وفق الحمد لله بفوزين مهمين الاسبوع اللي فات على النصر والنهارده على سموحه، لانه اللعيبه تعبت جدا الثلاث اربع اسابيع اللي فاتوا، لكن النتائج كانت معانده. فما فيش شك انه يعني بشكر ربنا تاني وبقول الحمد لله واتمنى التوفيق يستمر يعني. طب كابتن اسامه، برضه هنتكلم معاك فنيا في لقاء اليوم. طنطا كان بادئ ضاغط، احرز هدف، تراجع الى حد ما، ولكن في الشوط الثاني خاصه في الثلث الاخير كان ممكن يحرز اهداف اخرى وكان فيها هجمات خطره. هل ده كان سيناريو متوقع ولا حسب مجريات اللقاء؟ انت اولا بنلعب فرقه كبيره، اولا كابتن طلعت يوسف من افضل المدربين في الكره المصريه في السنوات الاخيره كلها، يعني معروف عنه الالتزام في فرقته، اي فرقه بيمسكها توضع على طول انه كابتن طلعت يوسف ماسكها يعني. فعنده لعيبه كويسين، يعني لعيبه تقال، كسبانين الماتش اللي فات انبي 4، فكان لازم نلعب باسلوب معين. الحمد لله في البدايه استغلنا يعني عامل الملعب والجمهور، وحاولنا نضغط على اساس ان احنا يمكن نحرز هدف او حاجه، مع التنبيه على حاجات معينه في النواحي الدفاعيه. الحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس، وزي ما قلت لك التوفيق كان معانا لغايه لما الجزيري قدر يحرز هدف من فاول في نهايه الشوط الاولاني. بطبيعه الحال انبي سموحه كان هيبتدي يهاجم عشان تعويض الهدف، فكنا حريصين شويه ان احنا نقفل مساحاتنا، لان هم عندهم لعيبه كويسين، ونستغل اي هجوم مرتد، وعارفين طبعا مع الوقت ممكن يحصل الارتباك شويه عندهم كل ما الوقت يمر. ولذلك في اخر شويه رغم ان هم مسيطرين على وسط الملعب وماسكين الكوره، لكن الخطوره كانت قليله او تكاد تكون يعني منعدمه على مرمى احمد الشيخ اللي انا بحييه النهارده. النهارده صراحه عمل مباراه جيده للغايه كابتن اسامه. مظبوط، يعني رغم انه اسلام طبعا هو الحارس الاساسي، ولكن اسلام كان حصلت له ظروف وتعب، واسلام ماشي بشكل كويس من السنه اللي فاتت والسنه دي، لكن احمد الشيخ رغم المباراه مش سهله لكنه ادى بشكل كويس قوي يعني. فزي ما قلت لك ابتدت الاندفاع لسموحه في نص ملعبنا، ولذلك كان في مساحات ممكن نستغلها عندهم، وفعلا كان ممكن نحرز من واحده منهم، لكن بصرف النظر الحمد لله المهم ان احنا خرجنا بنتيجه اللقاء
1-0 وقدرنا ناخد الثلاث نقط اللي هم مهمين بالنسبه لنا جدا يعني. طب حاله رضا العزب يا كابتن اسامه، اسامه يعني رضا العزب بيأدي بشكل مميز جدا، عاد لمستواه ايام اتحاد الشرطه، والنهارده كان من ابرز اللعيبه هو سواء او جابر او مصطفى محمد. هل ده من الطموح اللي عندهم ان هو يكملوا في البقاء في الدوري يا كابتن اسامه؟ مظبوط، مفيش شك طبعا، هم عاملين موسم السنه اللي فاتت كويس. يمكن السنه دي البدايه او في نهايه الدور النتائج مش مظبوطه شويه، لكن ابتدت تتحسن تاني. كلهم لعيبه كويسين ومميزين، وانت ذكرت رضا ومصطفى وجابر، لكن انا بقول كل الناس من اول الشيخ لخالد مسعود والعشري عملوا ماتش كبير قوي، حسين امين، الجزيري، مرسي، والناس اللي نزلت، غالي وجوزيف واسعد، كلهم ادوا والفرقه مجتمعه يعني الحمد لله ادوا بشكل كويس، فدي حاجه كويسه. رضا انا بحييه لانه رضا بقاله 3 أو 4 أيام كان عنده بعض الرشح في ركبته وكان بيتمرن خفيف جدا، يعني بنحاول نجهزه للمباراه ديت، فتحمل على نفسه وفعلا ادى مباراه جيده يعني، فبحييه وبحيي كل اللعيبه يعني. طيب كابتن اسامه، هل في عرض من انطاليا للجزيري؟ والله هو كان قال كده، ما هو ما جاش حاجه رسمي، بس هو كان بيقول انه في عرض من فريق في تركيا، لكن لسه رسميا ما جاش حاجه. الجزيري طبعا يوم عن يوم بيرسخ قدمه في الدوري المصري، وهو لعيب ممتاز وواعد، ويوم عن يوم بيثبت ان هو يعني عنده امكانيات كويسه، فطبعا اتمنى ان هو يستمر معايا الموسم دوت ويحقق نجاحات اكتر. بعد كده موضوع الاحتراف او الانتقال او كده يعني مش هيبقى في يناير يا كابتن. يعني والله بص، انا طبعا اتمنى ان هو يستمر، لكن طبعا في النهايه هي قرار برضو مش ما بقاش مش قرار لوحدي في مجلس اداره لنادي طنطا، بس انت قرارك ان انت عايزه يستنى، ما فيش شك طبعا. ما انت مش ممكن لعيب عندك مميز وابتدى كمان يتاقلم رجله في الفرقه يتاقلم يعني، يمكن في فتره اخرى سابقه كان لسه الامور مش واضحه بالنسبه له، هو لسه ما ركزش قوي، عايز يمشي، مش لكن ابتدت رجله ترسخ في مصر وفرقه طنطا يعني، فطبعا اتمنى انه يستمر ان شاء الله يعني. طيب هل في تدعيمات في يناير يا كابتن اسامه؟ كنا يعني النهارده كان في تصريحات للمهندس فايز عريبي بيقول ان مش شرط يناير يكون في تدعيمات. لا، هو استاذ فايز عريبي يقصد انه مش شرط كل فريق يجيب عدد كبير من اللاعبين عشان يحصل تدعيمات. هو حصل تدعيم بمحمد الشاذلي من الاتحاد، بيلعب مساك وظهير ايسر وايمن، وحسام غالي كان اساسا موجود من اول السنه ولكنه كان مصاب في بدايه السنه فلم يقيد، فيعتبر ده تدعيم. حسام غالي طبعا منتخب اولمبي ولاعب لي باع كبير يعني، دولت الرسمي لسه حتى الان. في بقى لاعب افريقي لسه بيتمرن معانا وان شاء الله هيبقى قريب موجود. مهاجم يا كابتن؟ مين؟ مهاجم؟ لا لا، وسط ملعب. وسط ملعب، ملعب مدافع. ولسه ممكن ندعم بلاعب او اثنين اخرين او ثلاثه يعني، هنشوف مع مجلس الاداره، وفي النهايه الناس ما بتتاخرش. وبصراحه يعني سواء استاذ فايز عريبي او كل اعضاء مجلس اداره طنطا واقفين بجانب الفرقه، فانا بشكرهم ونتمنى التوفيق الفتره الجايه، وبحيي طبعا جماهير طنطا اللي مساندانا على طول حتى في الظروف الصعبه اللي الفرقه اتغلبت فيها مباريات متتاليه بعد مباراه التعادل بتاعت النادي الاهلي. الناس كانت حاسه ان في حاجه بتحصل، وحاسه ان في جهد بيبذل، وحاسه ان اداء الفريق بيتطور، فالناس كانت مدعمانا دايما يعني، فربنا يسهل ويوفق ونفضل مستمرين. كابتن اسامه، برضو كان في تصريحات المهندس فايز عريبي كان تحدث عن ان شاء الله قريبا هيكون في اناره لملعب تاني نادي طنطا، وان الماتشات طنطا هتبقى على الاضواء الكاشفه. امتى هيكون هذا الامر يا فندم؟ هو والله انا يعني بحيي كل اعضاء مجلس اداره نادي طنطا، باذلين جهد كبير جدا. انا يعني نادي طنطا ده لما الناس تروح تشوفه زيه زي اكبر انديه مصر يعني، الانديه الكبيره كلها سواء الجماهيريه او الانديه حتى الاجتماعيه،
نادي اجتماعي ممتاز جدا، منشآت هايله، سواء صالات مغطاه، سواء حمامات سباحه، الجناين، الحدائق، يعني في اهتمام كبير قوي حتى بالجانب الاخر غير الرياضي، يعني والرياضي والغير الرياضي. فاخيرا ان هم فعلا الملعب بيضاء دلوقتي، وثلاث اعمده فعلا ركبت، وناقص يعني عمود واحد، هو بيبقوا اربعه. تكلفه طبعا كبيره، ولكن باذن الله كابتن يعني تطور جاي، وان شاء الله يمكن على خلال 15 20 يوم شهر بالكثير يكون الملعب مضاء باذن الله. يا كابتن مصر والنادي الاهلي، كابتن اسامه عربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.